3 ايام هادي هو فايض عليا 24 ساعه على 24 ساعه. ما عيت ما ذبح ما درت العيد بحال الناس، غير الناس اللي كيطيبوا يجيبوا لي ما ناكل. الدرب كله هو كيهز معايا الماء وانا كاينه بوحدي وما قدرتش كاع نهز الماء، هو الا الدرب فايض عليا الماء. وهالمضره راه شفتوها كيف دايره، والواد الحار كله هو تكب عليا كله، هو تيجي وتينفسوه وتيعاود يرجع وتيعاود ثاني ينفسوه وتيعاود يرجع. المشكل كاين هادي شحال هادي، ولكن راه ما كاين حتى شي حل. ما دار حتى شي حل. انا 15 سنه هادي وانا هنايا من 2007 وانا يا هنايا، واللي عطى الله هو هذا. ما جات الرعده تنهبطوا، واذا كانت الرعده انا الاولى، انا الاولى، انا راه ديما داخل عليا الماء. ولكن ولكن هاد الخطره الواد الحار 3 ايام 24 ساعه على 24 ساعه، ما تنعس ما كناكل ما تنشرب. كانت هي وبنتي كانوا تيديروا كينكسوا اسميتو على بنتي، هي مسكينه هي وياها، هي طايحه لي انا بالسخانه دروكا الليل كامل. ايوا مساكن طايحه لي بالسخانه والله العظيم. ها هي بنت خويا هي اللي كانت تعاونها، ومن بعد بنت خويا هي طايحه بالسخانه، عاودت بنتي، عاودت حيدات بنتي، عاودوا الجيران. انا داري كل يوم جلجة وهرست نصف الجليج على قبل الواد. الصاد ما عنديش انا في قاع الدار نهائيا، الصاد ما عنديش في قاع الدار، تنكحو غير الماء. تالينا خويا حنا تزدنا هنا وكبرنا هنا وولدنا ولادنا هنا، وتا حل ما بغاش يديرو معانا. تيجي الواد الحارة تنعومو بحال لا بيسين، تيطلع لنا حتى لهنا وتنقعدو تنكحو. داك النهار طاح خويا، داك النهار طاح خويا هذا مريض. إوا تالينا خويا هاد الناس ما بغيتو معانا حتى شي حل، تنمشيو عندهم كاملين، وعندنا التقرير وعندنا كلشي، عندنا التقرير عندنا كلشي، حتى واحد ما بغيت يجي معنا شي حل اخويا. ما تيجيو كاع ما تيعطيونا حتى الوقت، حتى الوقت ما تيعطيوهاش لنا. انت اخويا خرج لهاد الجهه وتشوف ثاني الدور كي دايرين. خويا هاد التدريب هادي تقريبا دابا من 2002 انا باقي تنعقل، لا ما هزنا وادي سيل تهزنا العظيمه الواد الحار. وهاد الناس هادو ابتداء من دارنا، تتكون هاد الدار حنت غارقه، هاد الدار اللي دخلتو ليها، زيد عليها دارنا ها هي، زيد عليها الدار ديال الاخرين. هاد الناس راه شتيهم معليين زعما، راه باش يحميو راسهم. الساعه كنا تيطلع الواد تيهز كلشي. حنا دابا بينا الناس مسؤولين يديروا معنا شي حل. واش 20 عام هذا انت غيديروا هاد الحل؟ تيموت شي حد تريب شي دار؟ راه هاد الشيء راه مبني بني ديال ماشي شي بني صحيح. راه الناس دابا راه تيعوموا في الماء وما جايبين الخبار. ودابا زينا دروكا اش كدير؟ كيجيو تيوكحوا بحال شي حفيره، تيوكحوا تيوكحوها ساعتين ثلاثه كانوا وتيرجعوا. واش هاد الشركه قد الخلا راه ديما كتقبض فلوس صحيحه ومكرف صعيبه الله ما قدات تقاد القوات. والسلطه المحليه ما دابا يومين من البارح من ليله العيد راه ما جا لا قيد لا باشا لا حتى شي حد. لا رئيس المجلس قال لك رئيس المجلس دابا في الحج، ايوا النائب ديالو فينا؟ فينا هما الناس اللي كانوا تيخدموا معاه؟ يجيو تاهما يخدموا معنا دروك ويوصلوا لنا غير الميساج للناس المسؤولين، يوصلوا لنا المقدم بوحدو. دابا اللي شفنا ما عمر شي مسؤول دابا جا عندنا، تا تيدخل عندنا الواد ويتلحوا لنا حويجاتنا للزنقه عاد تيبانوا. اما دابا فاش باقي كاين المشكل، فاش يجيو يقلبوا لنا على الفويت تنقول لهم دروك شنو المشكل؟ تيقولوا لنا صحاب لا راديما حنا غير خدامين، توصلوا لنا الميساج حنا الناس المسؤولين، يشوفوا المشكل فين كان. قال لك لا قادوس مهرس، هما تيقول لك اه واقيلا قادوس مهرس، اه واقيلا شي قادوس مردوم، وانتوما مسؤولين وما عارفينش شنو المشكل. جيت تطرحوا لنا حنايا، حنا بيناكم سمحوا لنا القوادس ديروا على قد الحال، والناس يدرا واش الناس هي مساكين. السيده كاع ما ذبحات وحنا ضالين ها غادي بحال شي شعبه. عندنا ليلات صغار وحق الله العظيم، انا هزيت بناتي البارح ها هما يقولوا لك الجيران، هربت بهم ما جيت لوحدات الليل. انا بنتي هربت مرضوا لها عويناتها مرضوا، حنا مرضنا كلشي مرض. وهاد الناس مسؤولين باش مسؤولين باش مرضوا الكبار ومرضوا الصغار. حنا قلت لك هاد الحاله، انا قلت لك نعطيك تصاور 20 عام هاد التدريبه وصل لمتى لهنا. حنا حاشاك عاد ان شاء الله تكات وهو بوق بالماء. يلا ودابا ها جالسين دابا راه ديما تيوكحوا بحال جاني شي حفيره كتهز دابا تبقى تكحها، تيمشيو ساعتين ثلاثه كانوا تيعاودوا يجيو يكحوا. هذه هي الخدمه، هذه هي الخدمه ديال راه ديما فاش تكات القواد. لا خاصها دابا قلتها المسؤول قال لك راه خاصها ميزانيه نعطيوها لها. حنا راه 20 عام 20 عام 20 عام انا باقا تنقرا في الليسي ولا في الاعدادي. وهذا المشكل حنا عندنا في هذه التدريبه هذه، دائما هاد الناس هزهم الماء راه ما تيعقلوش عليك. راه معيناتك تيتلاحوا في الماء تيعوموا، تلقى تيلوحوهم الناس مساكن في هذه الدرب. ما شاء الله فراش تلاح قسما بالله. وعندي تصاور تنقول لك هذا الشيء ونأكدوا لي عندي شي مسؤول نجبد ليه تصاور انا عندي. ومشيت لرا ديما في كيليز هضرت معاهم على هذا المشكل ودفعت الشكايه الاولى والثانيه وتشق لنا هذا الحيط ومشيت عندهم
ما تيعقلوش عليك لا رازيما ما يعتقوكش تريب ليك دارك ما تعقل ما يعقلوش عليك وراه ملي كان ساقر وقال لك دابا الناس مشون مسؤولين هاد المسؤولين راه انفو تقول لهم الدرب في سيدي سمن علي الشمالي الدرب اللي كيدخل عليه ما كلش فراس ومشينا عندهم وقال لك غنعوضوا لكم وما كان والو كيكذبوا علينا شي ثلاث شهور حنا طالعين وهابطين ما كاين والو نعم الناس عوضوا لهم حنا ما عوضنا حتى شي حاجه والو ما درنا حتى شي حاجه كنشتا الشتا راه ديما الما داخل علينا ديما القوات كيفيضوا القوات وكيدخل لنا الما كاع ما كنعسوش